توجه الأردنيون يوم الثلاثاء الماضي إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية 2020 لاختيار أعضاء مجلس النواب 19 وسط إجراءات صحية مشددة للوقاية من عدوى فيروس كورونا. وقد نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب النتائج النهائية الرسمية للانتخابات والتي تضمنت أسماء جميع القوائم مع النتائج النهائية وأسماء الفائزين بمقاعد تلك القوائم وعدد الأصوات التي حصلوا عليها وأسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء. كتير كنا مبسوطين اليوم وإحنا منمارس حقنا الانتخابي اليوم بالفحيص وفي عمان، وعملنا زيارات هيك ميدانية مع الإخوة. فطبعا هو جائحة كورونا طبعا خلت العرس الانتخابي هذا والوطني مش زي كل مرة، فقبل 4 سنين كان الوضع غير، لكن كورونا حدت من شعبية الانتخابات البرلمانية، لكن هذا كلياته بصالح المواطن والمواطنة اللي بدها تنتخب انه تعرف انه الاجراءات الصحيه المسافات والبعد الاجتماعي كمان موجود، الصحه كمان من استعمال الكمامات والقفازات موجوده، استعمال الادوات المعقمه بيعطوك قلم لوحده بيضلوا معك تستعمله انت، فجدا مطمئن بمشاعر الغبطه والفرح والاعتزاز. يخرج المرء من مركز الاقتراع بعد أن يدلي بصوته فيشعر أنه أعطى ما لقيصر لقيصر. نحن هنا ومعنا نورسات الأردن، ونحن نسجل ونسطر مساهمة الأردنيين في الاقتراع. نحن اليوم نصنع مجلساً اسمه مجلس النواب، هذا يأتي انطلاقاً من واجب وطني، وقبل ذلك انطلاقاً من فهم لممارسة مسيحية في المواطنة، وهي السعي لبناء الوطن ولصنع الخير. الدورة هاي دورة استثنائية، الحكومة الأردنية والهيئة المستقلة للانتخابات راعت على درجة عالية من البروتوكول الصحي والتباعد، هناك إجراءات صحية يعني على درجة عالية من حيث الدخول والاقتراع والخروج من غرفة الاقتراع ولا نهاية المركز. طبعا الإقبال جيد، في تفاوت، إما إن الأمور يعني خلينا نقول جيدة نوعا ما. وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات النيابية فوز 9 نواب مسيحيين يمثلون 7 محافظات في المملكة، وذلك على النحو التالي: عمر النبر العاصمة عمان، هيثم الزيدين وأيمن مدنات الكرك، رائد سميرات وضرار الداود البلقاء، الدكتور هاي العياش الزرقاء، الدكتور وائل رزوق إربد، فريد حداد عجلون، ومجد يعقوب مادبة. وبهذه المناسبة تتقدم مديرة مكتب نورسات الأردن الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل بالتهنئة الحارة والمباركة إلى عموم النواب الفائزين، آملين أن يسعى الجميع إلى النهوض بالأردن العزيز ليبقى على الدوام وطن الأمن والأمان والإبداع في كل مناحي الحياة، في ظل قائد المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. على صعيد المتصل وتنفيذا لبلاغ أصدره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، فقد تم فرض حظر شامل من بعد 11 مساء يوم الثلاثاء الماضي وحتى 6 صباح 15 من تشرين الثاني، ليتم وقتها القيام بوقفة على الوضع الوبائي في المملكة.